سالم برضو بيقول: عندما تتعارض مصلحة الإنسان مع مشيئة الله، فالجواب المعتاد هو طبعا مشيئة الله تنفذ. لكن المشكلة في الإجابة تتجلى على الأرض الواقع، حيث أننا عندما نترك كل شيء لمشيئة الله تهضم حقوقنا في معظم إن لم يكن في كل الأوقات. فكيف نسير مشيئة الله وفي نفس الوقت لا تضيع حقوقنا؟ مش ممكن مشيئة الله تكون ضد حقوقك، مستحيل. حتى لو ظهر ليك ان بعض من حقوقك راح، لابد مشيئة الله انه يحول الشر الى خير، ويحول ما تظنه ضارا الى شيء نافع، زي القصة اللي حدثت ليعقوب، ليوسف ابن يعقوب. هو مشيئة الله في حياته كون ان هو اخواته يبعوه ويروح عبد، فيقول ان ضد مشيئة الله بقت ضد مصلحته. هو طبعا دي ما كانتش مشيئة الله بقدر ما كانت سماح من الله، ومع ذلك الله حول الشر الى خير. ويوسف قال لاخوته: انتم اردتم بي شرا والله اراد به خيرا. فانت بايمان تقول ان مشيئه الله هي مصلحتي، مش مصلحتي عكس مشيئه الله. لما تقول مصلحتي عكس مشيئه الله يبقى ما عندكش ايمان بالله كصانع للخيرات.